يا السوق هذا يا السوق الخير موجود ولكن غالي. الخضره دابا الاثمنه كل نهار واش كتلقى تما كل نهار واش كتلقى تما يقدر دير بطاطا دابا ب 4000 الصندوق غدا تلقاها ب 6000 شكون اللي كيدير هذا الشيء الناس اللي كيجلسوا مورا المارشي يقولوا فهمتي كيجلسوا مورا المارشي يقولوا كيستوكيو تما السلعه حتى كي فهمتي حتى كيتشحر السوق حتى كيكون الطلب عاد كيدخلوا دابا ثلاثه الناس كيشريو بيكو كل واحد كيبيع للاخر ولا كاميو ولا حنا دابا كنمشيو كنجيبو السلعه دابا ثلاثه الناس علاش كدوز اما الفلاح مسكين راه ما يدي والو دابا حنا والفلاح هما اللي واكلين الدق هذوك الناس اللي كينعسو في دوك البيكوبات هما اللي شي واحد شي مراقب فهمتي ولا تكون شي مراقبه ولا شي لجنه باش يجي ديريكت من عند الفلاح دخل المارشي يقرو السلعه ماشي تسنى تما كاينين الناس ما كينعسوش ساعتين كيصوروا داكشي اللي ما غاتصورش انت يومين ولا ثلاث ايام الناس تكرفصات الناس عباد الله مكرفصه نكذب عليك كاين الناس مولفه كتدي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو ولا كدير وحده 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 من الحاجه فهمتي الناس كتحشم كاع تقدا دابا المهم هادشي هذا الناس كيتشكاو عليك بنادم كتهضر معاه بحال كتخلعو بحال كيبغي يضرب معاك فهمتي كتصور معاه انت غير 10 دريال بحال غيضرب معاك واه كيقول لك بزاف كثرتي عليا انت كطلب في مارشي يقولوا على 4 دريال على 2 دريال ما يعقلش عليك خص لي ريال من الكيلو ما يعقلش عليك المهم هذا المشكل هذا كان ناشدو المعني بالامر ولا تكون شي مراقبه مورا مارشي يقولوا الا كان غالي هذا الشيء هذا من عندهم مرحبا به ماشي مشكل من عند الفلاح اما باش يجي واحد اخر ويدير هذا الشيء لعباد الله الا كان شي حل كان ناشدون عليهم بالامر يراقبوا هذا الشيء هذا والله يرحم ليكم الوالدين وهذا الشيء راه مكرفسين الا دخل رمضان بهذا الشيء هذا راه مصيبه كحله راه غتنوض مصيبه كحله والله فعلا الاسعار باقي طالعه حنا كنتمناو ان شاء الله من المسؤولين الله يجازيهم بخير كما كنعرفوا القدره الشرائيه ديال المواطن البسيط انا ما كنهضرش على اصحاب الفلوس اصحاب الفلوس ما كيبانش ليهم داك الشيء انا كنهضر على الفقراء اللي بحالي انا يعني عندي الوليدات وخدام ب 200 الف فرانك للشهر الله يحسن العوان ولكن كما كنشاهدوا دابا اليوم مطيشه دايره 10 دراهم البصله دايره 12 درهم البطاطا دايره 9 دراهم يعني الواقع ديال هاد الناس كيحيدوا راسهم باش يمشيو يتقداو ديك القفه ديال الخضره باش يدخلوا على الوليدات ديالهم حيت راه الحاجه الاساسيه هي الخضره الخضره الا ما كايناش في الدار ما كاين والو اش بيا ياكل بلاد ياكل الزيت والخبز ما جاتش يعني الخضره يعني هي كلشي في الدار هي كلشي في الكوزينه يعني اكثر يا المواطنين كيستعملوا الخضار والخضار دابا حاليا شهر رمضان ما بقى ليه والو بقات ليه يومين ولا ثلاث ايام الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وطوله العمر يعني كنشوفوا الخضره باقي طالعه الاثمنه باقي طالعه حنا تمنينا من المسؤولين يشوفوا ولو نظره زوينه على الفقراء مساكن حيت راه كاينين الناس مساكن راه مقهورين كاينين الناس راه واصله فيهم العظم كاينين الناس مساكن خدامين في الموقف خدامين ب 70 درهم كاينين الناس مساكن خدامين 200 الف فرانك وعنده 6 د الاولاد ولا 5 د الاولاد يعني القدره الشرائيه ديال المواطن راه قاسحه عليه مسكين الله يحسن العوان وكما كنعرفوا شهر رمضان يعني اكثر هي العائلات كيتشهوا يعني الفقير كتلقى الطبله ديالو عامره ما يكذب عليك شي واحد كيحيد مسكين من راسو باش يعمر ديك الطبله باش يفرح ديك يفرح دوك الوليدات اللي عنده يفرح العائله ديالو يعني داك الشيء كنشوفوا هاد الاثمنه شويه طالعه ما كرهناش ان شاء الله تكون شي مبادره من الدوله ان شاء الله ديالنا الحبيبه يشوفوا هاد الفقراء راه كاينين الفقراء مساكن الله العظيم ما عندهمش الخنشه ديال الدقيق كاينين الفقراء مساكن ما عندوش باش يدوز هاد رمضان يعني كاينين الناس مساكن كارين مضاربينها مع الكره كاينين الناس عنده المرضى في الدار يعني مضاربها مع داك الدواء باش يجيبوا لذاك الوليد ديالو اللي يجيبوا لمرته ولا يجيبوا لراسو فهمتي ومع على بالو كدابا هاد الخضره حاليا دابا اللي كنشاهدوا كنشوفوا الاثمنه زايده شويه ولكن اش نديروا حنا اي حاجه جات من عند الله مرحبا بها ولكن حنا الهدف ديالنا حنا كنتمنوا ان شاء الله يشوفوا شي نظره زوينه على هاد الفقراء مساكن اللي خدامين ب 200 الف فرانك كاين اللي خدام 150 الف فرانك وعنده الوليدات حيت كاين الغلا بزاف كاين الناس مساكن تجي تقدا غير بعينيها ما تتقدا والو تتشوف تدور ترجع في حالتها الله يحسن العوان كاين الناس اللي عندهم وليدات كاين ما يتقال تما لا اثمنه انا ما نقدرش نقول لك واحد الحاجه ان كاين نهار تيوصل حتى ل 30 ريال في الجمله
24 22 حتى 30 ريال في الجمله. اه حيت هو ما بقاتش نهار طالع نهار هابط نهار طالع نهار هابط. اللحم طالع هاد اليامات شويه، الفلفله غاليه هي شويه هاد اليامات. القزبر هاد اليامات متوسط، ولكن كاين الوقت قلت لك توصلت حتى 24 22 30 في الجمله. اه لا شوف هو اللي زوين فيه انا تيسقى مرخص يعني 200 درهم 250 قاعد ديال الغارات، وكان كاع قليل الا كان رخيص الكحول كاع قاعد ديال الغارات. اييه اه والحمد لله ربي تيدير فيه البركه الحمد لله. هو داك الشيء ما خرجش واحد يدخلو لراسو فهمتي، الا دخلتي لراسك ما عاد دير حتى حاجه فهمتي. كاين الغلا كاين، ولكن كل واحد يمشي على القدره ديالو فهمتي. اللي كان تيشري مثلا اربعه ولا خمسه ولا سته تيشري دابا على قدو، خاصو غير يعرف يتمشى مع الوقت. اما هو الغلا كاين كاين بزاف، ولكن ما صعبوهاش عاوتاني. كاين الحلول كاين كاين الحلول، اللي ما لقاش ما قدش على اللحم ياخذ الدجاج، ولو حتى الدجاج غالي شويه دابا. المهم كاين كاين الحلول، الواحد ما يئش عاوتاني. حنا نشوفوا النعمه اللي كاينه عندنا ديال الهنا وديال الامن والامان الحمد لله. ها كاينين ها هي كاع اوروبا وكل شيء عندهم مشاكل، حنا الحمد لله خصنا نشوفوا هذه النعمه اللي عطينا الله، ما كاينش عند ناس اخرين. شحال هذايا؟ 300 خويا 240 في الجمله. دينا شي كيلو دينا شي كيلو. انا قداش 140 لك هو.